السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي نقدم لكم الدجاج مشرمل اللي غادي نرافقو مع الرز اللي طلبتو مني. بالنسبه عندي واحد جوج دجاجات اللي فصلتهم وغسلتهم مزيان بالخل او الحامض، هانتوما كيف كتشوفوا عندي مغسولين مزيان. كذلك هكا الفخيضات ها هما دوم قطعت لهم حتى الرجيله ديالهم. من بعد غادي ناخدو في هاد الخضره اللي غادي تمشي مع هاد الرز. عندي الرز القياس العدد اللي بغيتو، انا كندير الكميه ديالي انا اللي غادي نخدم مع العائله ديالي، ولكن نتوما عينكم ميزانكم غادي تقولوا خصني بحال دابا نتوما جوج الناس ديروا جوج بصلات، ديروا خيزويه، ديروا النص ديال هاد البوارو، وعندكم هاد الرز الكميه اللي كتستهلكوا دائما القياس اللي كيجيكم. بالنسبه انا عندي الرز سواء هذا ولا بسماتي اللي بغيتو، بغيتو عندي البوارو هنايا، عندي واحد جوج بواروات مقطعين، عندي واحد ربعه ديال البصلات، وعندي جوج خيزويات، وعندي الزيت. وبالنسبه للعطريه اللي غادي ندخل في هذا الرز هذا غادي تكون الملحه والثومه والسكنجبير والابزار والزيت حتى هو. بالنسبه للزيت هنا ما بغيتش نحطها جوج مرات. بالنسبه للدجاج اللي غادي نشرملو، غادي نشرملو بسكنجبير، الابزار، العطريه ديال الدجاج اللي ما عندوش يستغنى عليها، هادشي كافي. اولا اللي ما بغى يدير داك الكوري حتى هو يزيدو لها، حتى هو تيجي من السما ديالو مزيان. ثومه غبره ولا ثومه طريه، والملح والحار يعني صنبل الحرور اولا الشطه كيف كتقولوا في الحمراء، والزيت. وعندنا الحامض اما طري اما هذا، واللي ما عندهاش الحامض يمكن لا تدير الخل الابيض، يعني ماشي الخل اللي مجهد عندنا في المغرب داك الخل البلدي، يعني ديروا غير داك الخل الابيض. هو مزيان اللي كنخدموه في الشلايد. صافي. بالنسبه دابا غادي نبداو اول حاجه، غادي نبداو بالدجاج اللي غادي نشرملوه باش نخليوه يرقد واحد الساعه على الاقل باش ندخلوه اللي غادي ندخلوها ان شاء الله للفران. اول حاجه خديت الجبانه اللي غادي يدخل فيها الفران في مره الدجاج. غادي ندير سكينجبير، غادي ندير فلفله حمراء، الابزار، الثومه، الاعشاب ديال الدجاج والملحه، وغادي نضيف الزيت، وغادي نضيف كذلك الحامض. كذلك غادي نقبض معلقه، غادي نخلط هادشي كامل. غادي نضيف دابا القزبر ومعدنوس، نضيف القزبر ومعدنوس، غادي نخلطوا هاد العناصر كامله. صافي دابا غادي نقبطوا هاد الدجاج ديالنا اللي غادي هاني قدامكم كنكحز الكاميرا، اللي غادي نتكوه، ضروري نتكوه باش غادي مهم هاد التكه اللي كنتكو هنايا في الدجاج باش كتدخلو العطريه مزيان وكيشرب لاصوص. يعني هاد الكميه انا درتها لافراد العائله كبيره، نتوما ديروا القياس، اما جوج فخاد ولا جوج صدوره ولا صدر ودجاج ولا دجاجه على حسب نتوما اللي ياكلو. دابا ضروري نخدمو يدينا لان اليد ديالنا مهمه في الاكل ديالنا، خصنا الشرميله ديالنا تكون مزيانه وداخله. الناس كيشكروني بزاف على قضيه الشرح اللي كنشرح، انا كنبغي دائما نوصل الحاجه مزيان، يعني خصكم تسمعوا مزيان وتعرفوا شنو كندير بالضبط.
ماشي اي حاجه، راه بزاف عدد الوصفات انا جربتها بيدي تيكونوا من يوتيوب وما تيصدقوش وما تنجحوش، وتنقول حرام عليهم انك يديروا للناس هذه الطريقه هذه ويخليهم يضيعوا في المقادير. انا كنحط غير الوصفات الناجحه، واللي كيبغي يعلق بشي تعليق ما هذاك راه غير تيعذب راسو. ما انا راني كنحس براسي انني كندير كلشي نيشان، واللي ما صدقاتلوش كتكون قضيه فران ولا قضيه شي حاجه ما دارهاش بالنبوطه ولا ما بالنسبه لهذا الشيء. ما الحمد لله الحمد لله، كنشكر الله وكان ان كلشي تيجرب الوصفات ديالي وتيصدقوا لهم ناجحين، حتى هذا فضل من الله. واللي كيتفرج غير هكاك ويدير هكا لان ما غاديش يلحق هذا الشيء اللي كندير انا. صافي دابا هذا الشيء ها هو هذا كيف قلت لكم. دابا غادي نخليو هاد الشرب مزيان من بعد ساعه اولا نص ساعه وعلى حسب نتوما زربانين، ولا تقدر تبات حتى ليله في الفران، تبات حتى ليله في الثلاجه. كي كيقولوا اللسان ما في عظم كنفلط بشي هضرات ماشي مشكل. يقدروا يباتوا في الثلاجه ويشربوا مزيان، ولا تخليهم غير هكا راه حتى ساعه كافيهم. من بعد ما غنزيدوهم لا ماء لا حتى شي حاجه، يعني انهم غيبقاو في هاد لاصوص ديالهم. غنجهدوا عليهم العافيه مزيان عاليه الحد التالي. من بعد من نحسوا به انه بدا كيغلي الماء، لان الدجاج دائما تيطلق الماء في الفران، داك الماء غادي نطيحوا العافيه نديروها على 200 حتى ل 180 ونخليوه المده اللي غادي يطيب فيها. كنظن انه يطيب، يقدر يطيب في نص ساعه، يقدر يطيب في ساعه الا ربع وهو كيطيب. ولكن بالنسبه انا الدجاج كنهضر على ديالنا حنا دغيا كيطيب. بالنسبه نتوما حاولوا انكم الا ما كانتش عندكم بحال هاد الدجاجه هادي اللي عندي انا بالغطايه، خاصكم تقطعوا له النفس ديال ما يخرجش الهواء من المقله او لا الطبسيل ولا الصينيه اللي غادي تدخل الفرن، تكون ملفوفه مزيان بالفولي مزيان، ما تخلبقاش فيها النفس، وتغطيوها وما تخافوش عليه لان ما غاديش يتحرق لكم وما غاديش يلصق لكم، لان فيه الدهنيات والماء ديالو هو غادي يطيب فيه. صافي من بعد ما غادي داك الساعات حيت يتشرمل دابا مزيان غندخلو ونخرجو وتشوفوه كيطلق الماء ديالو، وغادي نهزوه من بعد وعاد غادي نديروه يتحمر. صافي غادي تكون ديك الساعات وجدت لنا هذاك هو الدجاج الطريقه ديالو. من بعد ما غادي يدخل الفران ونخرجو غادي تشوفوه كيفاش طلق الماء ديالو وكيفاش طاب، ومن بعد غادي نصفو قدامكم في الشبكه اللي غادي ندخلها للفران. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نكملو الطريقه الثانيه ديال الرز. هذه هي انا الدجاجه اللي انا شاريه هكا، ما كنخافش عليها انها كتبقى هكا محافظه. غادي نخليها هنا في الجنب ونبداو دابا الرز ان شاء الله. هزيت المول ولقيت بانني مورا المول كانت عندي لاصوص الحار ديال الصنبال نسيتها. دابا غادي نضيفها غير من الفوق لانها غادي تطلق، غادي تطلق ما تخافوش. واللي ما كيبغيش الحار يقدر ما يديروش. هانتوما كيف كتشوفوا صافي هنا دخلت في الحار. الحار الحار كيجي لذيذ شي شويه، ولكن اللي ما كيقفش على الحار يستغنى عليه. صافي دابا غادي نبداو حاجه. غادي ناخد مقله هاد الواسعين مزيانين في الطياب اللي كنضيف لها الزيت، غنخلي الزيت سخن. من بعد غادي نرمي عليها البصله والبوارو. اول حاجه غادي نضيف البوارو حيت عندي ديال المجمد، غادي نخليه يتطلق مزيان ويخرج شي شويه ديال الحموريه. من بعد غادي نزيد عليه البصله. دابا غادي نضيف البصله اللي شلطتها مقطعه طريفات، غادي نحركو هادشي. حتين تجمع مع بعضياتو. دابا غادي نضيف خيزو اللي قطعتو بهاد الطريقه. Thank you.
هادشي غادي نسمو بالثومه باش تدخل فيه داك الثومه مزيان. دابا غادي نخليها هكذا حتى هادشي ينزل مزيان. فاش نكونوا كنطيبوا هاد الخضره هادي غادي نكونوا موجدين الطاوله اللي دايرين فيها الماء يسخن مزيان اللي كيغلي اللي غادي نضيفوا فيه الرز اللي غادي نسلقوا له. دابا هي عندي الخضره، من الاحسن ما نطيبوهاش بزاف وما تبقاش كاع تهبط بحال تهرى بزاف، تبقى مزيانه. دابا غادي نزيد لها العطريه اللي هو الابزار وسكين جبير والملحه، وغادي نزيد هذا بس زيت البلديه. الزيت البلديه كتجي زوينه مع الرز. غادي نخلطوا هاد العناصر، صافي هنا بعد ما تشحر لي هادشي مزيان غادي نطفي عليه حتى يوجد لي الرز وغادي نخلط الجميع. هنا عندنا الرز الماء ديالو غلا، غادي نضيفوه كامل، غادي نديرو الملح الكافيه ونحركو. غادي تسلق في واحد 5 دقائق 7 دقائق وغادي نطفي عليه. من بعد غادي نولي نديه اللي كان بسماتي، غادي تخليوه ما كانش باش ما يتعجلكمش. كتخلطوه ديك الساعات بالخضره وتحطوه مباشره، اولا كتغسلوه بالماء سخون باش كتزولوا ديك النشا باش ما كيتلصق لكمش الرز، عاد كتخلطوه بديك الخضره اللي كنا صوبنا اللي غادي نقدمها لكم بلاتي. صافي هنا تسلق الرز، خويت عليه الماء بارد باش ما يبقى باش ما يكملش طياب باش ما يتعجل ليا شيء، خليته كيتسخر. من بعد غادي نرميه على الخضره. هو دا الرز من بعد ما نشف خلطته مع الخضره، فاش غادي نبغي نخدمه ولا داك الساعات غادي نبقى كنسخنو في ديك المقله ديالو، كنقلبو حتى كتدخل فيه داك لاصوص. وهذا الدجاج اللي جبت من الفران اللي شرملت، حيت عندي هاد الدجاجه هادي، هاد الزجاجه هادي اللي دايره له كتتحمر، لقيتو تحمر لي في دقه واحده في مره واحده، ولكن خفف عليا المشوار. ولكن بالنسبه نتوما الا كنتو مغطيين وما عندكمش بحال هاد الدجاجه هادي غادي تعريوه، وقلت لكم غادي تستفوه في شبكه اولا تخليوه. من الاحسن الا كنتو شريو بحال هادي احسن، ولا ما كانش عندكم هاني قلت لكم هادي ديرو فوق شبكه وغادي ديرو تحت منه واحد البلاطو باش ما الا استقطركم واحد الطرف ديال الفولي، يعني باش ني تبغيو باش يتستقطر داك الماء ديال الدجاج ما يدير لكمش الدخان في الكوزينه ولا الدخان في الفران. من بعد انا غنعريه لكم تشوفوه، ها انتما كيف شفتو مشوي ناضي وطايب. الا قلبتو غادي تكون هاد الجهه هادي مازال وطايب مزيان، وها لي دام شتي كنهوا تا شتي كنقول لكم طايب بالزبده. ها انتما دابا هذا انا ما غاديش نحمرو، وانتما لا بغيتو تحمروه غادي ديروه في فوق الشبكه كي قلت لكم. وصافي هذا هو الطبق ديالنا اللي حضرت، وغادي نقدم لكم معاه واحد لاصوص، لاصوص اللي غادي نرافقها معاه اللي غادي تلقاوها بوحدها على الرابط باش تعرفوا كيفاش تصوبوها، اللي هي واحد لاصوص ديال الكاوكاو اللي كتخدم معاه. كنت نزلتها وطلبوها عليا البنات وما درتها لكم، دابا هاد المره غادي ننزلها لكم. الطريقه كتجي زوينه وسهله وان شاء الله غادي تجربوها وغتعجبكم، ومن بعد غادي نتلاقاو مع الشكل النهائي ديال هاد الوصفه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الرز اللي مرافق مع دجاج مشوي في الفران اللي كنتمنى يعجبكم. هانتوما كي كتشوفوا الدجاج كيجي، وهذه لاصوص اللي غادي تلقاوها على الرابط، وهذا الرز كذلك هو دا سخون، وهذا السوجا اللي كنسقيو بها الرز،
وهذه صامبال ولا الحرور اللي على حسب الذوق. اللي كنتمنى هاد الغداء ولا العشاء يعجبكم وتجربوا حتى نتوما مع وليداتكم. كذلك كان درتو مع هاد الديسير هذا اللي صوبت لكم اللي نزلته لكم على الرابط اللي قلتو انه ديال الصيف، ولكن ماشي ديال الصيف، هذا الشيء كي تيجي ديسير فوق وراء الاكل. داك الساعات اللي بغا يديرو يديرو، وداك الشيء اختياري. المهم انا اليوم راني قدمته لكم على القناه، كنتمنى يعجبكم وكنتمنى يعجبكم حتى هاد الوجبه اللي وجدت لكم. والسلام عليكم، ما تنساوش تشاركوني على القناه ديالي شيواتنا ديال الفاسيه، وشكرا لكم بزاف بزاف وعلى التعاليق ديالكم، واللي ما دخلش مرحبا والف مرحبا مع شيواتنا ديال الفاسيه.